دكتور يونس مخيون اللي هو رئيس حزب النور او الرئيس السابق لحزب النور مش دلوقتي، بيقول انه مشاهده مباراه الكره ده اهدار للوقت والعمر. وجهه نظره، وجهه نظره هو. والدكتور يونس يقول اللي هو عايزه على مستوى الشخصي، لكنه بمناسبه انه سياسي او رجل دين يقول انه اهدار الوقت والعمر. ده فيديو عندك يا ابراهيم الفيديو؟ طب شغله يا ابراهيم الاول، شغله احسن. ما حكم مشاهدة مباراة الكرة خاصة نحن في هذه الأيام تمر بنا مسابقة كأس العالم وقد ابتلي بمشاهدة هذه المباريات من بعض ما يدعون الالتزام؟ إن لعب الكرة ده أولا إهدار للوقت والعمر والسنين، وفيها قلب للموازين، وفيها خلط للمفاهيم، وفيها صرف الناس عما ينفعهم في الدارين. ولا ينبغي للمسلم ان يضيع وقته في مثل هذه الامور. الامر المحزن ان نرى اخوه للاسف الشديد بيشجعوا ويكتبوا بوستات تشجيع الكوره، واخوات بيكتبوا تشجيع، ده امر خطير جدا حقيقه. الاخ الملتزم ليس عنده وقت لهذا الامر. باختصار ان هذا اهدار لوقت المسلم، المسلم ما عندوش وقت ان هو يتفرج على كوره. يا دكتور يونس يعني انت خلاص زنقت عليك على الكوره، تسيب الناس تنبسط، سيب الناس تتفرج يا اخي، هي الرياضه، ما هي رياضه. بيقول لك الغريب ان هو 11 واحد و11 واحد بيجروا ورا الكوره منفوخه. طب يعني ما هو زمان حتى ايام الصحابه وقبل الصحابه والنبي وقبل النبي كان العرب في البدو بيعملوا سباق خيل وبيعملوا سباق هجن وبيعملوا كذا، وفي مسابقات بيجروا. ده النبي كان صلى الله عليه وسلم بيتسابق هو سيدة عائشه. انا افتكرت دلوقتي يعني كانوا بيعملوا سباق هو سيدة عائشه وهي كانت لسه بنت صغيره. يا عم في ايه؟ يا دكتور يونس في ايه؟ ما يعني هتكرهوا الناس في كل حاجه يعني، يعني خلاص كرة قدم حرام. يعني انت لما تعمل تقول كرة قدم حرام هتقوم الناس تقول لك والله يعني احنا فعلا هنبطل كرة؟ يا راجل يعني بلاش الكلام ده يعني. يا راجل ما يصحش والله، والله عيب يا دكتور يونس. وبعدين بيتكلم في الاخر بيقول يعني انه بتخلي ناس من المفترض ان يكونوا في اسفل السافلين لفسقه وانحرافه في منزله اعلى عليين. يا سيدي انت هل شققت عن صدره؟ انت ما تعرفش يا دكتور يونس مين سافل ومين منحط ومين وضيع ومين حقير، يعني بلاش هذا الكلام يعني. والله احنا في حل من هذا يعني دكتور يونس. وبعدين بيقول لا نفتخر بدوله عربيه نظمت كاس العالم وانفقت مليارات الدولارات، كنا نتمنى ان يكون الفخر في مجالات اخرى زي قنبله النوويه في ايران. يا دكتور يونس بلاش يا دكتور يونس الكلام ده لانه غلط. يعني انت اصلا حتى يا سيدي كداعيه سياسي داعيه ديني، هل انت بتشجع ان ايران تمتلك قنبله نوويه؟ ما هو ده مش مصلحه بلدك على فكره. يعني اسال الناس الشباب اللي عندك اللي قاريين في الحزب السياسي وفاهمين امن قوم واستراتيجيات وغيره، واسالهم هيقول لك انه مصر كدوله ضد امتلاك ايران لاسلحه نوويه، وان امتلاك ايران لاسلحه نوويه مصيبه، وانه اصلا مصر ماضيه على اتفاقيه حظر انتشار الاسلحه النوويه. يعني حتى اصلا الدين نفسه ما بيقولش نعمل قنبله نوويه عشان ناذي الناس، بيقول ان احنا ندعو للسلام، النبي بتاع سلام، الدين كله سلام، القران كله سلام، الايات كلها سلام، الاحاديث كلها سلام. يعني محدش قال لنا واعدوا لهم ما استطعتم. يا عم بالعلم اشتغل، اعمل لنا دواء، خلي حد يعمل لنا دواء، يعمل لنا اختراع، يعمل حاجه للبشريه. احنا عمالين نعيش حياتنا كلها دلوقتي على اختراعات اخترعوها اللي انت بتقول عليهم الفسقه وغيره. طب نتعلم، قول للناس تعلموا بلاش. المهم يعني انا مش عايز اسخف واتكلم على موضوع، بس انا فعلا يعني مش عاجبني كلام الدكتور يونس مخيو.